الحقيقة أنا مع يعني أن يكون الإنسان حر، يعني حر تماما بأن يريد يغير جنسه أو شيء، هذا أنا متفقة معهم بها، لكن في خصوصيات، في أشياء بسيطة لما أنا أكون خلينا نقول مرافضتها، أنه أدلجة الطفل، يعني من الطفولة لما أنت تخلي برمجة على أنه أنت جسدك ممكن تكون غير شيء، ممكن أنت أنثى مو رجل، يعني هاي الأحاسيس المفروض يتركوها للإنسان نفسه هو يشعر بها يتحسسها، مو أنه أنت تبرمجة أو تخليه تنطيب الأشياء اللي تخليه يفكر بشكل مغاير. يعني صراحة الخبر كان كتير صادم ومو بوقته أبدا، يعني أنه هيك شخص بهذا العمر، يعني هلأ هو مبلش بالمرحلة الثانوية ما عنده العلم الكافي عن الأناتومية تبع جسمه، عن التغيرات اللي رح تصير، ويفوت بمرحلة النو ريتورن بوينت، يعني ما رح يقدر يتراجع عن هذا القرار. هو بس يكبر رح يندم كتير، وفي شيء هذا الشيء مو بس كلامي أنا، كلام كتير متحولين اتخذوا هذا القرار عن صغر، ولما كبروا حكوا عن كمية الندم، عن المشاعر اللي عم يحسوها تجاه حالهم، عن فقدان الهوية الجنسية وفقدان الهوية الشخصية. يعني أبدا شخص بهذا العمر ما له مؤهل لهيك قرار، بالذات في بلد مثل السويد اللي كتير حريصة على موضوع التعامل مع الأندمر بشكل معين، مثل أنه ما بيسمحوا لهم يشتروا كحول قبل سن ال 18، أو حتى يشربوا يشتروا بعمر 21، ما بيسمحوا لهم يشتروا دخان، لك حتى مشروبات الطاقة، يعني عمر 16 هو الحد الأدنى المسموح لحتى يبلش الواحد يقدر يشرب مشروب طاقة. قد يكون القانون جيد في جانب وسيء في جانب آخر. أنا مع إعطاء الحرية للفرد الذي يشعر بخلل في هرموناته ويريد التغيير الجنسي، لكن أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على أولياء الأمور وعلى الشخص الذي يقرر التحول، لأنه ربما يندم كثيرا عندما يكبر. لذلك يجب التفكير بالأمر جيدا، فليس من السهل أبدا اتخاذ هكذا قرار. ولكن 16 سنة عمر كتير مبكر لاتخاذ هيك قرار ببلد مانعين فيها الدخان قبل 18 سنة، فأنت ممنوع تتخذ قرار بأنك تدخن أو حتى أنك تشرب كحول قبل ما يصير عمرك 18، وحتى ما فيك تشتري كحول قبل 21. فهل أنت بعمر مناسب حتى أنك تقرر تغيير جنسك من عمر 16 سنة؟ يعني كيف هالأريحية هي كلها طلعت فجأة وتوافق عليها بالبرلمان؟